شركاء الائتلاف يقررون استئناف المحادثات بعد أزمة الموازنة. إيطاليا تصدر أمر اعتقال بحق رجل الأعمال النمساوي ريني بينكو. وزير الصحة يعلن دعم حظر التدخين قرب أماكن لعب الأطفال. إيه كنترول تطمئن أنه لا نقص للغاز في الشتاء المقبل. مطار فيينا يضبط أكبر شحنة تبغ مهربة في تاريخه. النمسا تنفق 15 مليار يورو سنوياً على البيروقراطية. وأخيراً أستاذ بجامعة فيينا، مكافحة جماعة الإخوان في النمسا لم تنجح. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على نمسا ميديا ليوم الثلاثاء 3 من ديسمبر لعام 2024. ألغى الحزب الاشتراكي الديمقراطي فكرة تعليق محادثات الائتلاف بعد جدل حول حساب نهائي للموازنة، حيث يتوقع أن يجتمع قادة الأحزاب الثلاثة حزب الشعب، الحزب الاشتراكي ونيوس هذا الأسبوع لمناقشة الميزانية، ورغم تعقيد المفاوضات وغياب أرقام دقيقة حتى الآن. وتستهدف المجموعات الفرعية إنهاء أعمالها بحلول 12 من ديسمبر، حيث ستعرض النقاط المتفق عليها والاختلافات تحت إشراف قادة الأحزاب. وأبدى الحزب الاشتراكي تفاؤله بإتاحة أرقام شفافة، ما أعاد الأمل للمحادثات. ومن جانبه أكد حزب الشعب على مواصلة المفاوضات بسرعة بهدف صياغة برنامج حكومي يلبي تطلعات المواطنين ويحقق توافق الأغلبية. أصدرت النيابة العامة في مدينة تورنتو الإيطالية أمراً بالقبض على رجل الأعمال النمساوي ريني بينكو، مؤسس شركة سيجنا، في إطار تحقيقات حول مشاريع عقارية تمت بين 2018 و2022. وجرى استجواب بينكو في تيرول دون اعتقاله، فيما أكدت النيابة العامة في إنسبروك أن النمسا لن تنفذ أمر القبض الأوروبي، حيث كشفت التحقيقات تورط 77 شخصاً بينهم مسؤولون حكوميون ورجال أعمال يشتبه بدفعهم رشاوي للحصول على تصاريح عقارية. كما بدأ تحقيق في فيينا حول استغلال بينكو لتمويلات دعم كوفيد في مشروع شاليه إن. ومن جانبه أكد بينكو تعاونه الكامل مع السلطات مع نفيه التهم الموجهة إليه. صادق وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي على توصية لتوفير بيئة خالية من التدخين وسط جدل حول مدى إلزاميتها. وأعلن وزير الصحة النمساوي يوهانس روخ عزمه تنفيذ إجراءات مشددة، مؤكدا دعم حظر التدخين قرب أماكن لعب الأطفال. ووصف روخ المعلومات المضللة بشأن التوصية بأنها هراء، مشددا على أهمية النقاش القائم على الحقائق. وقد انتقد المستشار كالنهما التوصية، داعياً الاتحاد الأوروبي للتركيز على قضايا كبرى بدل تنظيم حياة الناس، مؤكداً كفاية حماية غير المتدخنين في النمسا. وتهدف التوصية إلى تحقيق جيل خالٍ من التبغ بحلول عام 2040 مع حظر التدخين في الأماكن المرتبطة بالأطفال. طمأن ألفونس هابا عضو إدارة هيئة إيه كنترول، طمأن النمساويين بعدم وجود خطر لنقص الغاز خلال الشتاءين المقبلين، حيث إذا توقفت روسيا عن نقل الغاز عبر أوكرانيا في يناير 2025، مؤكدا إمكانية تعويض الامتدادات الروسية عبر ألمانيا وإيطاليا. وأشارت كارولا ميلغرام رئيسة قسم الغاز في الهيئة إلى مرونة السوق الأوروبي منذ أزمة 2009 بفضل إجراءات الأمان وسعة التخزين الجيدة، حيث بلغت السعة 92 تيراوات في الساعة، ومنها 33 مخصصة للعملاء المحليين. كما تخطط النمسا لزيادة الواردات عبر ألمانيا بحلول عام 2027، رغم توقعات بارتفاع طفيف في الأسعار بسبب الاعتماد على مصادر بديلة أعلى تكلفة.
ضبطت سلطات الجمارك في مطار فيينا الدولي شحنة مهربة ضخمة في أكتوبر عام 2024 تضمنت 170 ألف سيجارة و50 كيلوغراما من تبغ الشيشة وأكثر من 6000 حبة منشطات جنسية داخل 11 حقيبة. وتم الكشف عن المهربين الثلاثة وهم إيطالي وفرنسيان، وبعد تحليل مخاطر دقيق حاول الفرنسيان التهرب بعد علمهما بتفتيش شريكهما، لكن السلطات ضبطت كميات مماثلة بحوزتهما، ويواجه المهربون غرامات تصل إلى 80 ألف يورو لكل منهم. وأعربت الجمارك عن فخرها بالعملية، واعتبر وزير المالية جونتر مايا النجاح دليلا على فعالية جهود مكافحة التهريب وحماية السوق القانونية. أظهرت دراسة لمعهد إيكونوميكا بتكليف من اتحاد الصناعيين النمساويين أظهرت أن النمسا تحتل مرتبة متوسطة في تكاليف البيروقراطية بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث تنفق الشركات النمساوية نحو 15 مليار يورو سنوياً على إجراءات مثل الإقرارات الضريبية وإعداد القوائم المالية. وفقاً لمؤشر البيروقراطية سجلت النمسا 60 نقطة وجاءت أفضل من دول مثل ألمانيا والتشيك، لكنها متأخرة عن الدول الإسكندنافية وبلدان البلطيق التي تتميز بتكاليف أقل. ويبرز التقرير فجوة واضحة بين شمال أوروبا، وتسجل دول كفنلندا والسويد نقاطاً عالية، وجنوبها وشرقها حيث تزيد الأعباء. ويهدف المؤشر لتقديم مقارنة شاملة تشمل الوقت والتكاليف المالية والقيود غير المادية. صرح عدنان أصلان أستاذ علم الأديان بجامعة فيينا بأن الجهود لمكافحة جماعة الإخوان المسلمين في النمسا لم تحقق النجاح المطلوب، وأوضح أن الجماعة تستغل مواردها المالية لتجنيد محامين بارزين والدفاع عن مصالحها، مشيرا إلى افتقار السلطات لإدراك الخطر الحقيقي الذي تمثله الجماعة بعملها السري وخداعها. وأكد أصلان أن غياب تعريف قانوني للإسلام السياسي يصعب حظر الجماعة، لكنه توقع أن يصبح هذا الملف محور نقاش سياسي مستقبلي خاصة مع صعود أحزاب يمينية. ودعا إلى تعاون دولي يشمل دعم الدول الإسلامية لوضع إطار قانوني يحدد جماعات مثل الإخوان وميلي غوروش التركية. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا متابعة موقع infograd.com. كنت معكم أنا ريم أحمد، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.